صدق أو لا تصدق، مدينة تاريخية وسياحية بحجم مدينة صور في لبنان لا يوجد فيها مسرح وطني أو شعبي إلى الآن. والكرنفال هذا على شاطئها هو احتفال بولادة أول مسرح في المدينة. تغير، يعني نحن اليوم كمجموعة من الشباب جينا بنحب الفن، من هذا المنطلق بدنا نعمل مسرح بالمدينة، بدنا الحياة بدها تكمل، بدنا نعمل شيء ما له علاقة بالسياسة، بالشيء السائد داخل مدينة صور. لا تسع الفرحة هذا الشاب، إنه قاسم الإسطنبولي ابن مدينة صور، الممثل المسرحي المختص بعروض الشارع، هو من أوجد بلحمه الحي هذا المسرح. مبروك، الله يبارك فيك. هلأك مبسوط؟ طبعاً، في أحلى من هيك؟ في أحلى من أنه ترسم البسمة على وجوه الناس ويكون في مسرح ويكون في سعادة ويكون في حياة؟ هيدا المسرح بيعمل هيك بالناس، هيدي الناس معي ما في خوف، نحن مستمرين، ما بدنا شيء من حدا، ما بدنا شيء من أي سياسي بسور ولا بلبنان. لا يكترث كثير من الناس في المدينة لوجود أو لغياب مسرح، الأمر سيان لديهم، فالثقافة المسرحية غائبة هنا كما في كثير من المدن اللبنانية. عندك فكرة إذا في بصور مسرح؟ لا ما عندي فكرة. عندك فكرة شو عم يصير؟ أبداً. ولكي لا تذهب الأفكار بعيداً، المسرح صغير ومتواضع، يطلق عليه اسم مسرح الغرفة. بقية أهل موعدين بالربيع يا روحي، الربيع أحلى وأعلى إن شاء الله. مسرح اسطنبولي بصور هو قلب صور، هو القلب، والقلب النابض. مدينة بلا مسرح مشي. أول ما بيجوا الناس اللي بيفهموا بيسألوا عن المسرح. لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، ولكن رغم تواضع المكان يبقى نقطة مضيئة في سماء المدينة. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، مدينة صور، جنوب لبنان.